خلونا نرد على بعض بقى الشائعات اللي موجودة، وفي بعض المواقع يمكن تداولت شائعات حول وجود نقص في الأمصال واللقاحات البيطرية المستوردة، وده ترتب عليه نفوق بعض الدواجن. وزارة الزراعة نفت هذه الشائعات وأكدت توافر الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع بجودة عالية، سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية أو طبعا التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه اللقاحات. معانا على التليفون دكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ محمد وعلى الأستاذة بسنت وعلى جميع السادة المشاهدين. أنا وصار بحضراتكم. يا أهلا بيك يا فندم. الأمصال واللقاحات متوفرة في مصر؟ الحمد لله كل الأمصال واللقاحات متوفرة، وبرضه عشان نوضح أكتر لحضراتكم وللسادة المشاهدين ان تداول الامصال واللقاحات البيطريه في مصر بيتم من خلال الانتاج المحلي، وده من خلال زي ما حضراتكم تفضلتوا وقلتوا معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه التابع لمركز البحوث الزراعيه وزاره الزراعه، وكمان في ثلاث شركات قطاع خاص استثماري، ولاطمئنان برضو الجميع جميع هذه الكيانات المنتجه سواء كان القطاع الحكومي او القطاع الخاص هي معتمده بشهاده التصنيع الجيد الجي ام دي، وكذلك معتمده بشهادات الايزو 17025 والايزو 9001، وده بيخلي كل الجهات دي بتنتج طبقا للمعايير والبروتوكولات القياسيه العالميه لانتاج الامصال واللقاحات البيطريه. طيب يعني أسعار ده إيه يا فندم؟ إحنا حضرتك اتكلمت على جودة هذه اللقاحات، الأسعار بالنسبة للمستورد كام؟ والله أقل منها بالنسبة قد إيه؟ أسعار المنتج المحلي بتقل عن المستورد بنسبة أقل من 50%، لا تتعدى قيمتها 30-40% من قيمة المستورد، وبالنسبة زي ما حضرتك قلت الفعالية والأمان هي بتتمتع بفعالية وأمان على أرقى مستوى عالمي، لان كمان برضو خلينا نوضح امر هام جدا ان تداول الامصال واللقاحات البيطريه في مصر له طبيعه ومنظومه مراقبه جيدا من الدوله، لان كل اللقاحات اللي بيتم تداولها سواء كانت منتجه محليه او مستورده من الخارج بيتم معايرتها في المعمل المركزي للرقابه على المستحضرات الحيويه البيطريه، وده معمل معتمد دوليا وبيطبق البروتوكولات وال الخاصة بمعايرة اللقاحات، وبيتم تحديثها تلقائي مع أي تحديثات عالمية بتحدث، وبالتالي كده بنضمن إن كل اللقاحات المتداولة في السوق بتبقى على مستوى أمان وكفاءة عالية جدا. عظيم. دكتور إحنا إزاي بنشتغل عشان ننتج مصل أو لقاح؟ هل مثلا بنعرف خريطة الانتشار الأمراض بشكل عام في العالم كله وبالتالي نشتغل على مصل ولقاح، ولا بحسب الأمراض المنتشرة في مصر فقط فبنشتغل عليها؟ والله يا فندم خليني يعني الأول أحيي سيادتك على السؤال ده، لأن فعلا محتاجين نوضح الكلام ده للسادة المشاهدين. أولا خلينا نقول إن اللقاح هو مادة بيولوجية وليس مادة كيميائية، وبالتالي اللقاح بيبقى له طبيعة خاصة سواء كان في انتاجه او في تداوله او في استخدامه. طيب بيتم تحضير اللقاح دوت وتحضير الخطه اللي بتستخدم في التحصين على اساس ايه؟ زي ما حضرتك تفضلت وقلت على اساس الوضع الوبائي في مصر، وطبعا في منظومه كامله برعايه معالي وزير الزراعه لمتابعه الوضع الوبائي بصفه مستمره، ولو في اي تحور بيحصل في الاعتراض المسببه للامراض بيتم رصدها، وده من خلال تعاون ما بين الهيئه العامه للخدمات البيطريه ومعهد بحوث الصحه الحيوانيه ومعهد الامصال واللقاحات البيطريه، طبعا كلهم تابعين لوزاره الزراعه، وبيتم رصد اي وباء سواء كان خارجي او تحور داخلي، وبيتم ده مقارنته مع اللقاحات المنتجه لو كان في حاجه الى اضافه هذا التحور او اضافه اي اعتراض جديده بتظهر بيتم هذا على الفور. وده ميزه ان يكون عند حضرتك في انتاج محلي للقاحات، انك انت بتقدر تطور هذه اللقاحات بصفه مستمره طبعا، وتكون حاجه مطمئنه كمان لصغار المربين في المقام الاول يعني.
طبعا بالظبط كده يا فندم، وبرضه المعهد بيحاول يطور نفسه بصفه مستمره، فبنقدر ان احنا بننتج لقاحات مدمجه يعني بتحتوي على اكثر من عتره مسببه للامراض. بالطريقه دي احنا بنقدر نقلل التكلفه الاقتصاديه على الساده المربين، وفي نفس الوقت بنقلل الستريس فاكتور او الضغط اللي بقى على الطائر نتيجه كثره التحصينات. طب دكتور محمد، هل الأمصال دي بتخضع يمكن لرقابة وتفتيش من الجهات المعنية؟ ولو حصل في مخالفات إيه اللي بيحصل؟ طبعا يا فندم، في رقابه دوريه من خلال الهيئه العامه للخدمات البيطريه على تداول الامصال واللقاحات البيطريه، ولو في اي غش في هذا الامور بيتم عمل قضيه ومحاضر، وبيبقى فيها مسؤوليه كبيره جدا على مرتكب هذا الخطأ الجسيم. طيب ايه اكثر الامراض انتشارا واللي بتشتغل عليها طبعا الوزاره عشان توفر لها الامصال واللقاحات؟ طبعا برضو خلينا ان احنا نقول ان في بعض الامراض بتتسم انها بتبقى امراض مشتركه، يعني تنتقل من الحيوان للانسان، ودي طبعا زي انفلونزا الطيور، زي البروسيلا، زي السعار، زي حمى الوادي المتصدع، وغيرها من الامراض المشتركه. فالوسيله الرئيسيه لحمايه الانسان من انتقال هذه الامراض دي هو تحصين الحيوانات ضد هذه الامراض، وبالتالي لما يبقى الحيوان سليم مش هتتنقل للانسان. كمان في امراض بتؤدي الى خسائر في الثروه الحيوانيه والداجنه، زي مثلا الالتهاب الشعبي، وزي النيوكاسل، او زي الحمى الخلعيه، وزي الجلد العقدي. وعلى فكره برضو سيادتك، في حملات سياديه منظمه من قبل وزاره الزراعه متمثله في الهيئه العامه للخدمات البيطريه بالتعاون طبعا مع المعهد، لتوفير حملات سياديه بجداول منتظمه لحمايه الثروه الحيوانيه والداجنه، وحمايه ثروه المربين الصغيرين من أي ده اللي كنت هتكلم مع حضرتك فيه. بتكلم ليه عن صغار المربين يا فندم؟ عشان يعني واحد عنده راس ماشيه واحده، ده راس ماله كله، فبالتالي ده مصدر دخله. فهل المربين بشكل عام بقوا على علم باكثر الامراض انتشارا باعراضها، وبالتالي يتوجه للحصول على المصل او اللقاح؟ بالظبط يا فندم. طبعا زي ما سيادتك قلت، ان بالنسبه للمربي الصغير ثروته في الحيوان اللي عنده، فبيبقى في حرص منه على ان هو ينتظم في هذه الحملات السياديه، وفي نفس الوقت برضه في توجيهات من معالي الوزير بضروره عمل حملات ارشاديه للساده المربين الصغيرين، وتوجيههم بمواعيد التحصين، وبيقوم بالكلام دوت مديريات الطب البيطري. واسمح لي برضو اوجه الشكر والتقدير لزملائنا الاطباء البيطريين اللي متواجدين في المديريات، لان هم فعلا بيجدوا ويتكبدوا تعب كبير جدا للوصول للساده المربين علشان يقدروا ان هم يحصلوا لهم الحيوانات، ويقوموا بالجانب الارشادي والوقائي ليهم من خلال الوحدات البيطريه ومديريات الطب البيطري. طب دكتور محمد، هل المعهد او الوزاره رصدت اي نقص في الامصال واللقاحات البيطريه؟ ولو في نقص، هل بيتم ضخ يمكن كميات اضافيه؟ بالظبط كده سيادتك، الحمد لله ما فيش اي نقص موجود، واللقاحات متوفره. يعني بالنسبه للمعهد، احنا عندنا طبعا منفذ بيع رئيسي للمعهد في المقر هنا في العباسيه بالقاهره، بالاضافه ان احنا عندنا 20 منفذ بيع للامصال واللقاحات البيطريه في المعامل الفرعيه الخاصه بمعهد بحوث صحه الحيوان في مختلف محافظات مصر، من الشرق والغرب والشمال والجنوب، يعني بنوصل لاقصى الصعيد لحد اسوان وسوهاج، وبنوصل للناحيه الثانيه لحد مرسى مطروح والاسماعيليه ودمياط وكل المحافظات. وفي نفس الوقت متداول الامصال واللقاحات البيطريه من خلال الصيدليات البيطريه المنتشره في جميع انحاء الجمهوريه. طيب دكتور محمد، انا عايز اسال حضرتك سؤال. هل دلوقتي واحنا بنتكلم عن اننا بننتج امصال ولقاحات في مصر، هل ده مثلا مؤشر لاننا نحقق اكتفاء ذاتي من الامصال واللقاحات قريبا، وبالتالي نستغنى بقى عن مساله الاستيراد من الخارج، بما ان عندنا امصال ولقاحات وحاصله على شهادات الاعتماد والجوده وفعاله بنفس درجه المستورد؟
والله طبعا يا فندم ان شاء الله ده هيتم، وخصوصا ان في مصانع ثانيه لانتاج الامصان واللقاحات البيطريه بيتم تجهيزها الان عشان تدخل الخدمه في وقت قريب. في نفس الوقت كمان برضه عايز اطمن سيادتك والساده المشاهدين ان اللقاحات مثلا الخاصه عندنا هنا في المعهد احنا مسجلينها في دول عربيه افريقيه وبنقوم بالتصدير لهذه الدول، يعني احنا بنصدر للامارات وبنصدر للكويت وللسودان وسلطنه عمان وبعض من الدول العربيه والافريقيه الاخرى، والناس بتثق جدا في منتجاتنا لجودتها العاليه، وزي ما حضرتك قلت لي ان هي حاصلين على شهادات الاعتماد اللي بتؤهلنا لانتاج اللقاحات على ارقى مستوى عالي. طيب احنا بنطمن الساده المشاهدين لا يوجد نقص في الامصال واللقاحات سواء المستورده او المحليه، وفي حال وجود اي نقص بتم او الوزاره بتقوم بضخ كميات مناسبه، ولم يتم رصد اي حالات يعني من النقص من الامصال واللقاحات، ودي يمكن كانت الاشاعات وكنا بنرد عليها النهارده. ده مهم جدا طبعا. كل الشكر لحضرتك دكتور محمد سعد مدير معهد الامصال واللقاحات البيطريه، وفي كلامه زي ما حضرتك شفته كده بيقول ان احنا بدأنا ننتج وبالفعل حاصلين على شهادات الجودة، وهنوسع في الانتاج والقطاع الخاص داخل في الموضوع إن شاء الله ربنا يكرم، وخلال الفترة اللي جاية نتوسع أكتر وأكتر، فبالتالي تزيد الأمصال واللقاحات تصنيع محلي، نستغني بقى تماما عن المستورد، المعروض منها يزيد في مصر، وزي ما قال كمان زي ما سمعنا بس دلوقتي إن احنا بدأنا بالفعل بنصدر لدول كتيرة، فالمعروض يزيد في مصر وبالتالي كمان سعرها يكون أرخص بالنسبة طبعا لصغار المربي. إذن يعني بنطمن مشاهدينا.